نمضي إلى الانتباه ومنها نقرأ: منظمات العمل الطوعي تقول تمويلنا للإرهاب غير حقيقي. هدد تحالف منظمات العمل الطوعي الملغاة بتقديم شكوى للأمم المتحدة واللجوء إلى القضاء لمناهضة القرار، ووصف التحالف قرار مفوضية العون الإنساني بالسياسي والمعيب، وأكد أن القرار اتخذ دون تحر أو تحقيق في عمل تلك المنظمات. وقال الناطق باسم التحالف طارق عبد الفتاح في مؤتمر الصحفي أمس إن الأحاديث التي تقال عن تمويل المنظمات للإرهاب وغسل الأموال والفساد أحاديث لا تستند إلى حقيقة، وطالب بإلغاء قانون العمل الطوعي لسنة 2006 واستبداله بقانون جديد يراعي الحريات التي نادت بها الثورة. أستاذ الرحمن، قرار جديد بحظر 31 منظمة طوعية، هل هذا القرار كما قالت المنظمات هو سياسي ومعيب أم هنالك رؤية أخرى؟ حتى الآن في قانون تفكيك الإنغاز وإزالة آثار التمكين من بين النصوص القانون أنه يحل وإلقاء كل المنظمات والتنظيمات المرتبطة بحزب المؤتمر الوطني، وربما أهل الحرية والتغيير يرون أن قالب هذه المنظمات ذات ارتباط بحزب المؤتمر الوطني، وربما يرون أنها كانت واحدة من آثار التمكين، أن منسوبي وحواريي المؤتمر الوطني هم أصحاب وأعضاء هذه المنظمات. أنا الذي سمعته لم يقل أحد أنها كانت تمول الإرهاب أو كانت تمارس غسيلا غير بالعكس الذي قيل أن هذه المنظمات كانت وسيلة من وسائل التمكين، وكانت هذه المنظمات وسيلة من وسائل الإسراء، وكانت هذه المنظمات واحدة من أدوات المؤتمر الوطني في التمكين لنفسه، وكذلك زيادة التمكين ونفوذ مشروعه من هذا الباب. طبعا الأصل في الأشياء أنت أن تحقق أولا وأن تتحرى في المنظمة وفي مصادر تمويلها وفي عملها وفي نشاطها، وما إذا كانت قد تربحت ثم بعد ذلك يصدر حكم سواء كان من المسجل أو بحكم قضائي بحلها. الآن ابتداء وبحسب قانون التمكين هذا الذي إزالة التمكين إذا أجيز يعطي حكومة حمدوك حق حل هذه المنظمات جملة. هناك من يرى أن ويقول بدلا من أن مثلا حل 31 منظمة وحتى لا يعتبر قرار قرارا تمييزيا، أن تحل المنظمات جملة واحدة ثم بعد ذلك افتح الباب للتسجيل من جديد، لينظر في أهلية المنظمات التي ترقب في التسجيل وعدم أهلية تلك المنظمات التي يرى أن المسجل غير مؤهلة لأن تسجل وأن تباشر العمل الطوعي. هنالك من يرى بأن حظر هذه المنظمات سيكون له تأثير سلبي على مجمل الخدمات، يعني على سبيل المثال هنالك منظمة بنك الطعام كانت تقدم خدمات جليلة لفئات كثيرة جدا من شرائح المجتمع السوداني، بالتالي ألا يعطي هذا بعدا سلبيا لهذه القرارات؟ يعني مثلا أنت ضربت مثال ونموذج بمنظمة بنك الطعام، وأنت تعلم أن هذه المنظمة على صلة بالنائب الأول السابق علي عثمان محمد طه، ومن ثم ربما كان هذا ما ظنت أنها واحدة من مؤسسات التمكين. ومع ذلك أنا أتفق معك أن هناك منظمات كانت تقدم عملا خيريا، هذه المنظمات ينبغي أن لا تؤخذ بجريرة الآخرين. طيب يعني حتى نستفيد من وجودك مع الأستاذ الرحمن ونحدث مقاربة، بعض الضيوف في برامج مختلفة عندما طرح هذا الأمر كان التساؤل يطرح كالتالي: الآن هنالك قرار بإلغاء هذه المنظمات، الذين هم في هذه المنظمات يدافعون عنها باستماتة، هل من طريق لإيجاد طريق وسط يقرب لنا الشقة بين عدم إلغاء هذه القرارات وبين محاسبة من كانوا يمتلكون هذه المنظمات، ونستفيد من وجود هذه المنظمات وتعالج بموجب قانون يعيد الفائدة للمواطن السوداني، هل هذا ممكن؟ الممكن الآن أن الوزيرة العمل اتخذت قرارا بإلغاء تسجيل هذه المنظمات، وكذلك بالحجز على ممتلكاتها، وكذلك بتجميد أرصدتها وأموالها في البنوك. القانون أتاح لهذه الجمعيات والمنظمات حق أن تطعن قضائيا. حين تطعن قضائيا كل يقدم دفوعاته، وزيرة العمل التي ألقت تسجيل هذه المنظمات أولئك الذين يدافعون عن حقهم في الوجود وأنهم أن وجودهم قانوني، حينها سيكون قضاؤه هو الفيصل.